بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، اللهم صلي وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين، نعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، نقف اليوم مع معنى لطيف، أن الإنسان لا ينسب العمل لذاته. لما يقدم الإنسان عملا صالحا، عبادة ما، صدقة، كلمة طيبة، سلوكا نبيلا، لا ينسبه إلى ذاته، ما يقولش أنا الذي فعلت، إنما ينسبه إلى ربه الذي تفضل عليه بأن شرح صدره وأن يسر له أمره وأن سهل له الطريق وأن يسر له السبل وأن يمكن ربي سبحانه وتعالى من كل هذه الوسائل وسهل له الأمور كلها حتى يأتي بهذا العمل، سواء كان قولا سواء كان إحساسا وشعورا. لما الإنسان يشعر بشعور نبيل نحو أخيه المؤمن أو أخيه الإنسان، يشعر بهذا الشعور فيقول أنا، لا، لست أنت، إنما الذي يسر لك هذا السبيل إنما هو ربك. فانسب الأعمال إلى ربك، عليك أن تنسب كل هذه الأمور وكل هذه الأعمال إلى خالقك وبارئك الذي خلقك وما تعمل، والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرح صدرك، هو الذي يسر أمرك، فعليك أن لا تتنكر لهذا الجميل وأنك تقول أنا الذي فعلت، أنت لم تفعل شيئا. إنسان وكثير من الناس يحبطون عملهم بالمن والأذى، لأنه يشعر أنه هو الذي فعل هذا الفعل. لما هو تصدق على الفقير وعلى المحتاج يشعر أنه هو الذي أعطى، لا، ربك عز وجل هو الذي يسر لك هذا السبيل. كثير من الناس نسقط بين يدي الفقير وينتظرون أحيانا الدعاء أو كلمة طيبة أو كلمة يعني محبوبة إلى قلوبهم. نقول لهم وكثير أو بعض الناس، أتدرون ماذا يفعلون مع الفقير؟ عندما ينظرون إلى الفقير ويعطونهم صدقة، المعطي هو الذي يدعو لهذا الفقير، أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يسر له هذا الفقير، ولولا هذا الفقير لما تصدق هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نداوي مرضانا بالصدقات على سبيل المثال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نداوي قلوبنا أيضا بهذه الصدقات. الإنسان يتخلى عن هذه الأشياء، عن المال، يحاول أن يطهر قلبه من حبه لهذا المال بإعطائه للفقير، يحاول أن هذا الإنسان يشعر بأخيه المسكين، بأخيه المحتاج، فيعطيه ماله الذي كدح من أجله وناضل من أجله وتعب من أجل الحصول عليه، ومن بعد يأتي إلى هذا المال الذي اكتسبه بهذه القوة وبهذه القدرة وبهذه الإرادة وبهذا الوقت، ثم يأخذ جزءا منه ليعطيه إلى الفقير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه إرادة وهذه قوة، لولا أن الله تبارك وتعالى يسر لك كل هذا لما نلت هذا المال ولا ما جمعت هذا المال. ولولا أن الله عز وجل هو الذي سهل لك أو سهل للفقير أن يأتي بين يديك وأن يقف بين يديك، إذا لما أعطيت الصدقة؟ لمن ستعطيها؟ لغير الفقير؟ إذا هذا الفقير عندما جاءك عليك أن تشكره، لأنه محل هذه الصدقة أو محل هذه الزكاة، ولذلك تشكره أنه فتح لك مجالا لهذا الفضل ومجالا لهذه الحسنات ومجالا لمحو هذه السيئات، فعليك أن تضع يدك على رأسه وأن تشكر هذا الفقير. عندما نتحدث عن الفقير ونتحدث عن المسكين، فلسنا في الحقيقة أن نحاول أن نحرك الشفقة حيالهم، فهم بشر، والله عز وجل قسم هذه المعيشة بين عباده بالعدل، فربما أعطاك مالا ولكن أنقص، ربما أعطاك الصحة والعافية وأنقص فيك المال، وهؤلاء أيضا ربما أعطاهم كثيرا من القناعة
وأنقص فيهم شيئا من المال. إذن الله عز وجل يوزع رزقه بالعدل بين خلقه وعباده، فربما أعطاك شيئا ومنعك شيئا آخر، وربما أعطاك بنسب، هذا شيء من الرحمة شيء كثيرا مثلا، وهذا شيء من العدل شيئا قليلا، فيوزع الله عز وجل فيك عطاءاته بعدله سبحانه وتعالى. فلو وقفنا جميعا أمام كل الخلق لوجدنا مظهرا من مظاهر عدل الله عز وجل متمثلا في خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقسم هذا الرزق المادي ويقسم هذا الرزق المعنوي أيضا بين الناس، هذا أعطاه كثير من السعادة وهذا يعطيه قليل من الرضا، والآخر يعطيه كثير من الرضا وقليل من السعادة، ويقسم الله عز وجل هذه الأشياء بين خلقه سبحانه وتعالى. الإنسان يشعر بالراحة ويشعر بالطمأنينة عندما ينسب العمل إلى خالقه وبارئه سبحانه وتعالى وليس إليه هو، إنما هو تعبير عن مسكنته بين يدي الله، وهو تعبير عن احتياجه لله عز وجل، وهو إقرار من هذا الإنسان أنه دائم الاحتياج إلى ربه، وأن الله وهو يرى أن كل شيء يتصرف فيه مولاه سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء. شوف الإنسان لما يقوم في الصباح ماذا يقول؟ أصبحنا وأصبح الملك كله لله. الملك كله لله، أتدري ما معنى الملك؟ الملك هي السماوات، هي الأرض، هي البحار، هي الأشجار، هي النباتات، هي الجماد، هي كل ما خلق الله عز وجل. عليك أن تتنبه أنك أنت جزء من هذه المملوكات لله عز وجل، فأنت من ملك الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور العظيم الذي يتملك قلب هذا الإنسان أنه مملوك لله وليس مملوكا لأحد آخر، هذا يضفي عليه شيئا من السعادة، بل يضفي عليه شيئا عظيما وكبيرا من السعادة والطمأنينة والسكينة، أنه مملوك لله جل جلاله. عندما تكون أنت مملوكا لبشر قد يخطئ معك هذا البشر، وقد يسهو عنك هذا البشر، لا سيما إذا كان يملك الكثير فقد يسهو عنك، ممكن ينساك هذا الإنسان، ولكنك عندما تكون مملوكا لله تبارك وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو لا ينسى خلقه ولا ينسى عباده. عندما تكون مملوكا لإنسان ما أو لشيء ما، هذا الشيء قد يقصر في حقك، وتعلم أن الله وأن ربك الذي يملكك والذي يملك كل شيء، أنه سبحانه وتعالى هو العدل المطلق، وهو المقسط سبحانه وتعالى المطلق في قسطه جل جلاله. ولذلك أنت تتعامل بطمأنينة مع الذي يعطي العطاء، والذي يعدل بين خلقه، والذي لا يسهو عن خلقه، والذي لا يغفل خلقه، والذي لا يسهو ولا ينسى خلقه سبحانه وتعالى. هذا مما يعطيك القوة ويعطيك الثقة في خالقك وبارئك سبحانه وتعالى. فاستشعر أنك من ملك الله، وأنك من ملك الله لن يضيعك ربك، أنك من ملكه لن يضيعك. مش إنسان نفيسة أو عنده حاجة هكا معتبرة في داره ما ينجمش يضيعها، قد يحافظ عليها ويخاف عليها ويسكر عليها. ولله المثل الأعلى، فأنت تاج عظيم في هذا الكون، أنت الهدف في هذا الكون الذي خلقك الله عز وجل أن تكون سيدا في هذا الكون، ولست أمرا عاديا، أمرا بسيطا جعلك خليفته هو سبحانه وتعالى في خلقه، جعلك عز وجل مستعمرا في هذا الوجود، جعلك صاحب مهمة ورسالة ووظيفة في هذا الوجود لم يتحملها خلق آخر سواك أنت يا أيها الإنسان، فلن يضيعك ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك ربك سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن كن متوكلا على ربك عندما تصحو صباح، وقل أصبحنا وأصبح الملك لله. أصبحنا اليوم كأنها بدعة اليوم، حديث العقلان في الصحف وعلامك هذا الكلام، أنا لا أتنافع عقيدتي ومع هذه الحكمة شائما أكثر. من قال هذا الكلام؟ كن متشائما تعيش أكثر؟ لا، نحن تعلمنا أن نكون متفائلين، وإيماننا هو الذي يزرع فينا هذا التفاؤل. ولذلك عندما نصبح في الصباح نقول أصبحنا وأصبح الملك كله لله، هو الذي يملكه، هو الذي يتصرف فيه، هذا يمنحك شيئا عظيما وكثيرا وكبيرا من الثقة
قل قال يخطئك وما أخطأك يصيبك فأنت مطمئن. ولو نادى وكتبه الله عز وجل لك كتب الله عز وجل على هذا الإنسان. إذن لماذا لا يتفاءل هذا الإنسان؟ وما الذي يمنعه من أن يتفاءل هذا الإنسان بأن الله عز وجل هو الرازق هو المعطي هو المانع وليس هناك شيء آخر هو الذي يمنع؟ يعني إذا ربي عز وجل أراد منذ الأزل أن يعطيك اليوم شيئا ما، هل هناك من يمنعك؟ يعني فما قوة أخرى باش تمنع إرادة ربي سبحانه وتعالى؟ أبدا مستحيل. وإذا ربي سبحانه وتعالى لم يكتب لك هذا الشيء، هل هناك قوة أخرى سوف تمنحك وتعطيك هذا الشيء؟ وهذا أمر مستحيل. لذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إذن ماذا سنفعل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن الإنسان إطاره عليه أن يعمل، هو المكلف، أنت مكلف بعمل، بمهمة، بمهام، بوظائف عليك أن تقوم بها ولا تدخل في إطار ونطاق غيرك، لا تتدخل في حكم الله عز وجل وفي إرادة الله جل جلال وفي قدرة المولى سبحانه وتعالى. إنما أنت تتشبث بهذه المعاني وأنت تعلم هذه المعاني وأنت تطلع وتعرف صفات ربك سبحانه وتعالى وأنت تلتمس القدرة من القادر وأنت تلتمس الرزق من الرزاق سبحانه وتعالى وتناديه بالرزاق وتناديه أن يرزقك سبحانه وتعالى. ولكن عليك أن تعلم أنك في إطار هو إطار العبودية لله عز وجل، وإطار العبودية فيها خطوط حمراء لا ينبغي لك أن تتجاوزها. كما الإنسان في وظيفة أو ما يدخلش على وظيفة رئيس المؤسسة متاعه، أنت عندك وظيفة معينة تقوم بها يا أيها الإنسان، أنت مكلف بهذه الوظيفة في وقت معين ثم تعود إلى بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيئا آخر ونحن نتحدث عن هذه الثقة حتى لا نقع فيها فخا، نعتبره فخا متشائما. ما هذا الكلام؟ لو قلنا هذا الكلام قبل أن يخرج في مقال أو ما شابه ذلك لقيل لنا أنتم دعاة إلى, إلى, إلى الاكتئاب ودعاة إلى اليأس ودعاة إلى التشاؤم. لكن عندما يأتي في التقرير ونقول سوف أمدح فيها الأمر. أعتقد أيها الإخوة والأحبة أن التشاؤم ليس من ديننا، وأن التشاؤم ليس له أي علاقة بعقيدتنا، وأن هذا التشاؤم ليس له أي علاقة بإيماننا بالله عز وجل المتصرف الأوحد في هذا الوجود وفي هذا الكون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه إنسان حسن الاسم، اسم حسن، يتفاءل به صلى الله عليه وسلم. ولما يأتي الإنسان ويقول كلمة طيبة يتفاءل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يعلمنا أن نتفاءل في أيامنا وفي ليالينا، ما يتشائمش الإنسان. والتشاؤم هذا شيء سيء ويتنافى مع العقيدة ويتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. شنو هو الإنسان يرى حاجة خايبة يتشاؤم؟ هذا يتعارض مع الإيمان. ولذلك المؤمن بعيد من التشاؤم وقريب من التفاؤل، والمؤمن بعيد كل البعد عن هذا الاكتئاب واليأس. نعم، هذا التشاؤم الذي لا نريده أيضا أن يكون من ثقافتنا، يعني بشوي بشوي ولي عندنا ثقافة التشاؤم. التشاؤم هذا اللي يخلي الإنسان أحيانا يعني ينتحر. الإنسان أحيانا كما سمعنا مؤخرا يعني يوم الأربعاء الماضي يأتينا خبر متاع مواطن تونسي يحرق نفسه نتيجة حالة نفسية مزرية ثم يموت هذا الإنسان. هذا غالي علينا، الله يرحمه وينعمه، هذا إنسان غالي علينا وإنسان تعرض إلى مثل هذه الأشياء، إلى ضغوطات نفسية. طبعا لا نبرر أبدا، هذا انتحار وهذا لا يجوز مطلقا في ديننا وفي شرع الله عز وجل. هذا من الكبائر وهذا حرام يقابل الإنسان ربي سبحانه وتعالى، وهو قاتل لنفسه. يعني هذه النفس لا يملكها إلا ربك سبحانه وتعالى، وهذه الحياة الذي منحك هذه الحياة هو فقط عنده الحق في أن يأخذ وأن يسلب منك هذه الحياة. الإنسان ما عندوش الحق باش يجي على نفسه وينتحر ويقتلها ويدمرها وينسفها من الوجود. تحدثنا فيما مضى عن الأمانة وقلنا أنه ربي سبحانه وتعالى أتمن هذا الإنسان عن الصحة وعلى العافية وعلى هذه الجوارح، عليك أن ترجعها كما أعطاكها ربك سبحانه وتعالى. يرجعها الإنسان ربي عز وجل كما أعطاها له، مش الإنسان يجي يعتدي على ذاته وعلى نفسه. ردوا بالنا، نكون واثقين في ربي سبحانه وتعالى، نكون عنا طمأنينة بالله عز وجل. هذه من جهة لابد أنت أنك ترعى هذا الإيمان في الله في ربك سبحانه وتعالى، هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أنه الرزق راه بيد الله سبحانه وتعالى، وما على الإنسان إلا أن يتخذ الأسباب المشروعة الممكنة، الأسباب المشروعة الممكنة.
ثم يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتحدى أي إنسان في الوجود، أتحدى أي إنسان قدر عليه رزقه وهو يكثر من الاستغفار، أتحدى إنسان قدر عليه رزقه ضاقت عليه الدنيا وهو كثير الاستغفار، الإنسان الذي يكثر الاستغفار كما قالنا ربي سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا سبحانه وتعالى. ما فماش إنسان يستغفر ربي عز وجل إلا وربي سبحانه وتعالى يرزقه الرزق الحسن. ما على الإنسان إلا أن يكثر من الاستغفار وأن يتخذ الأسباب الممكنة المشروعة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وين احنا من هذه التقوى؟ وين احنا من هذه العبادة؟ يعني وهي كلها أسباب، أسباب هي معنوية وأسباب أيضا مادية. لو اتخذ الإنسان هذه الأسباب، هل جناحين اثنين هذوما، أن يتخذ الإنسان السبب المعنوي استغفار وتوبة ولجوء إلى الله والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الحرام، نعم، ويقترب من الأسباب أيضا المشروعة الممكنة أنه يحاول الإنسان يتكسب في الحياة الدنيا، يتسبب يعني يخدم أي خدمة الإنسان نعم تليق بكرامة هذا الإنسان، ويبدأ الإنسان فمش إنسان يعني بدأ يعني من المئة، إنما بدأ من الصفر نحو المئة. وهكذا ربي عز وجل علمنا التطور، وعلمنا ربي سبحانه وتعالى أن نقطع هذه المراحل من أجل أن يحقق الإنسان نجاحه، مش الإنسان يكون قاعد يحب يولي هو رقم واحد في الدنيا، لا، ربي علمنا هذه المراحل كما خلق ربي عز وجل السماوات العظيم، كما ربي عز وجل خلق هذا الإنسان ومكث في رحم أمه 9 شهور، هذه كلها ربي عز وجل حتى علمنا. شوف ربي أعطانا الأسبوع في 7 أيام، أعطانا ربي سبحانه وتعالى الشهر في 29 يوم أو 30 يوم، أعطانا ربي سبحانه وتعالى السنة إذا كان شمسية فيها 355 يوم، أو قمرية أو شمسية فيها 365 يوم. إذا أعطانا ربي سبحانه وتعالى عدد الأشهر، عدد الأيام، عدد السنين، حتى يعلمنا ربي سبحانه وتعالى المرحلية في حياتنا، مش الإنسان يقفز، لا يقفز الإنسان. ولذلك لابد أن نغير هذه المقولة، أن نقول تفاءل كثيرا تجد خيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. في مثل هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة اللي هو يوافق يوم 15 مارس عن المناسبة، والناس تحتفل باليوم العالمي نعم لحقوق المستهلك، أيضا نحن نتحدث في هذا الإطار وحقوق المستهلك. يا أيها الإخوة والأحبة، أنا ممكن لأنه ثقافتي بش تقول لي هذا الكلام، ثقافتي الدينية وانطلاقا من عقيدتي وإيماني، الإنسان عندما يجري على الإنسان شيء من الضيق في المعيشة، قلة مال، قلة وجد، ما فماش أشياء، ممكن ما عنده فلوس وما عندوش أشياء بش يشريها، ما يلقاش يعني الغاية متاعه الذي يريد، للقلة ممكن كثرة طلب وقلة عرض، غلاء في المعيشة. إذا كلنا نتعرض إلى مثل هذه المضائق، وعبر التاريخ هذا كله موجود، يعني تغلى المعيشة وترخص المعيشة وتزيد ضيق على الإنسان، الإنسان ماذا يفعل ها هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عال من اقتصد، يعني لم يفتقر الإنسان الذي يحسن الاقتصاد، الذي يقتصد، يعني مش أنه يبذر تبذيرا ويشري هذا وهذا وهذا وهذا، يحاول الإنسان أن يتكيف، يحاول الإنسان أنه يتأقلم مع الوضع الذي يعيشه، قلة مال مع قلة أشياء، كثرة مال مع قلة العروض، يحاول الإنسان أن يكون ذكيا حتى تمر هذه الأزمة بسلام. يعني نقول إحنا أزمة حاصلة، ماذا يفعل الإنسان؟ الأزمة موجودة، ماذا عسى الإنسان أن يفعل؟ هل ينطح هذا الجدار؟ هل يكسر الدنيا يعني حتى أن يحقق ما يريد؟ نقول هذا مثل الإنسان لما يصاب بمرض، ماذا عساه أن يفعل؟ أن يذهب يتداوى، أن يذهب إلى الطبيب، أن يستعمل الدواء، أن يهذب نفسه بشوية، ما ينفعلش، يصبر، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الأولى وفي الآخرة، ويسأل ربي عز وجل الشفاء العاجل. نعم، الإنسان يتفاعل مع واقعه، يتفاعل مع واقعه ولا يصطدم مع واقعه. إذا أراد الإنسان أن ينجح وأراد الإنسان أن يسعد، ساعات الإنسان عنده واقع صعب،
يقولوا له أكهو يعني لازم تكون يكون هذا الإنسان مكتئبا حزينا يعني حالة تحليلا. لا، عليه أن يخرج من هذه الدائرة إلى دائرة التفاؤل كما ذكرنا، إلى دائرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إلى دائرة التوكل على الله عز وجل. هذا هو المطلوب منه هو. نعم، المطلوب أيضا من كل جهة هي معنية بما نعيشه اليوم من هذه الأوضاع أن يتحركوا وأن يحسنوا، لأنها مسؤولية ولأنها أمانة ولأن الإنسان سوف يسأل عن هذه المسؤولية يوم القيامة. احنا سميناها مسؤولية، يعني سوف يسأل عنها الإنسان، سيسأله المجتمع، سيسأله التاريخ، أيضا يوم القيامة سيسأله ربه سبحانه وتعالى عما قدم وعما أخر. الناس التي تهرب البضائع، السلع، الأدوية، هؤلاء سيسألون، لأنه يضيق على الناس عندما يفكروا كان في أرباحهم هما فقط، وعلى حساب تعاسة الناس وعلى حساب بؤس الناس. ما يفعلونه كبيرة من الكبائر، وما يكتسبونه من مال إنما هو مال حرام لا يجوز. عندما يكون الفقير يعني عامل حسابه أنه عنده شيء باش يوصله، عنده أشياء استوردت له باش تجيه، باش يأكلها، باش يستعملها، باش يلبسها، باش يداوي بها، وإذا بها هذه الأشياء تهرب إلى بلد آخر. البلد الآخر عنده حق علينا أيضا، كلهم أشقاءنا وكلهم، ولكن خلينا نعيش شيئا من التنسيق وشيئا من النظام وشيئا من العدل وشيئا من القسط. مش الإنسان اللي هو قاعد يفكر في الآخرين، لا، هو يفكر في ماله، يفكر في ربحه، يفكر في ازدياد أمواله، في التغول في هذه الأموال فقط، وليس من أجل النظرة الإنسانية النبيلة إلى الآخرين المحتاجين. طيب، وعندك أنت زادة الأقربون أولى بالمعروف، أيضا عندك ناس محتاجون وعندك ناس يزدادون فقرا ويزدادون احتياجا، كيف نفكر في هؤلاء؟ شوفوا يا خياني، عندما يشتد على الإنسان الكرب والهموم والغموم التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو يناجيه سبحانه وتعالى ويستعيذ به عز وجل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم ومن الحزن. يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم مما يعود عليه بالكرب والحزن والهم. نعم، الحزن على ما مضى والهم على ما سيأتي. يفكر الإنسان أنه ما مضى يحزن عليه، طيب هو مضى وانتهى، علاش ترجع فيه؟ أنت بش تزيد حزن على حزن يعني؟ لا. طيب، وإذا بهذا الإنسان يهتم أيضا، يصيب شيء من الهموم لأنه يفكر في يوم غدوة. والله يوم غدوة ولا الإنسان ضامنه، لا هو لا لنفسه ولا لعائلته ولا لأي شخص، ولذلك حتى نعيش إلى يوم غد. نعم، يخطط الإنسان ليوم غدوة وبعد غدوة والسنة القادمة وعشر سنوات وعشرين سنة، يخطط الإنسان وهو يتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل الأشياء، ولكن لا يجعل منها هي يعني بش يعيش غدوة 100%. لا، عسى أن الإنسان لا يصل، ونتمنى على الله عز وجل أن كل السادة المشاهدين وكل السادة المستمعين أنه طويلا ويعيشون سعداء في هذه الحياة الدنيا وينالون رغائبهم ويحققون آمالهم. هذه رغبة وهذا رجاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يهرب من الهم، دائما يتفاءل بيوم غدوة، يتفاءل بيوم بعد غدوة. لو نرجع احنا لابائنا الكبار اليوم ونسالهم، يقولون ايام الاستعمار، يقولون كنا نخلطوا على شويه خبز يابس، فينظروا له ويقولوا احنا اليوم ناكلوا في الخبز اليابس، واولادنا غدوه على شنو باش يلحقوا؟ واذا بابنائهم من غدوه يلحقوا اليوم على الحليب وعلى ياغورت وعلى انواع الاجبان وعلى انواع الياغورت، فاترك الامر لله سبحانه وتعالى، وما علينا نحن كبشر الا ان نتخذ الاسباب الممكنه والمشروعه، وان نعمل وان نكدح وان نقوم بوظائفنا وبمهامنا في الحياه الدنيا، متوكلين على ربنا عز وجل، مخلصين له اعمالنا سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فاذا فعل هذا الانسان بنى هذه الدنيا وبنى مجتمعه وبنى أمته، وحقق بإذن الله السعادة لذاته والسعادة لأسرته والسعادة للأجيال القادمة. إذن الإنسان في معترك الحياة، ويشعر هذا الإنسان أنه يتعب ويشقى ويكدح في هذا، فلا بد له من مسكن يأويه. كل إنسان إلا مسكن يأويه، هذا البيت الذي يصونه ويحفظه، هذا البيت الذي يجد فيه خصوصياته، هذا البيت الذي يجد فيه راحته، هذا البيت الذي يجد فيه سره. إذن كل إنسان عنده هذه الرغبة الملحة أن يكون له بيت خاص به، مكان خاص به يأوي إليه عندما يعود من عمله. هذا البيت ربنا سبحانه وتعالى
جعل هذه الحاجة وجعل هذه الرغبة في خلقه سبحانه وتعالى. ثم إن الرب جعل له بيتاً سبحانه وتعالى في مكة أم القرى، هو أول بيت. ثم خير خلقه وعباده أن يبنوا لله عز وجل بيوتاً في كل مكان. ثم إن الله تعالى جعل الأرض كلها مسجداً، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين بيوت الله عز وجل وبين أن الأرض كلها مسجد ومساجد وطهور، الفرق بينهما أن المسجد وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن في المساجد لا يلغو الإنسان ولا يبيع فيها الإنسان ولا عن ضالته، ونادي ناشد الناس عن ضالته يقول يا جماعة رأي سرقت لي حاجتي ولا كذا، فإذا سعى الإنسان هذا الكلام يقولون له لا رد، لا ردها الله عليك البعيدة. ولذلك الإنسان بيوت الله عز وجل لم تجعل لهذا، إنما جعلت سبحانه وتعالى وجعلت للصلاة والعبادة، وبيوت الله سبحانه وتعالى وجعلت للعلم. وبيوت الله عز وجل عندما نرجع احنا الى التاريخ هذه الأمة نجد ان العلماء تخرجوا من بيوت الله تعالى، لما كانت تعلم، لما كانت تقوم بواجبها، لما كانت تقوم برسالتها، خرجت الفلكي، خرجت الحسابي، خرجت الطبيب، خرجت الفقيه، خرجت الأصولي، خرجت المفسر، إذن خرجت الأطباء، خرجت كل أنواع الفنون والمعارف، تخرجت من بيوت الله سبحانه وتعالى. إذن بيوت الله عز وجل ليست للغو، وبيوت الله ليست للنميمة والغيبة، وبيوت الله ليست للخصام، وبيوت الله ليست للصخب، وبيوت الله ليست للنزاعات وليست للتجاذبات، إنما هي جعلت للعبادة وللطاعة ولتعلم العبادة والمعاملات بين خلق الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى مجد ونوه بأولئك الذين يذهبون إلى بيوت الله ويركنون، لأنهم يحتاجون إلى الراحة، لأنه نحن نقول البيوت، بيوتاتنا احنا في ديارنا، هي إنما هي للمعيشة، وبيوت الله عز وجل هي للناحية الأخرى الروحية. فتلك البيوت، بيوتنا في بيوت يعني في ديارنا احنا ومنازلنا، إنما هي ترعى الجانب المادي في الإنسان أو الجانب الحسي في الإنسان، وبيوت الله عز وجل ترعى الجانب المعنوي، الجانب الروحي في الإنسان. فاحتاج هذا الإنسان بعد أن يأوي إلى بيته أن يأوي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يشحن هذا الإيمان، يشحن هذا القلب بمحبة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العقل بالعلم، يشحن هذا العقل بالمعرفة. فاحتاج هذا الإنسان إلى أن يبحث عن بيوت الله حتى الإنسان راحته وطمأنينته. ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى جعل أفئدة المؤمنين تهوي إلى هذه البيوت وتأوي إليها، لأنه تعتبرها ملاذا آمنا لهذا الإنسان، تشعر فيها الرب الراحة، أنه مكان للعبادة، وأنه مكان لا يعصى فيها رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك قال المولى عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع فيها، ترفع بالأعمال الصالحة، ترفع بالعلم، ترفع بالذكر، ترفع بقراءة القرآن، ولا ترفع بالصخب والنزاعات، ولا ترفع بالغضب، ولا ترفع بالمشاحنات بين المسلمين، إنما ترفع بالأعمال الصالحة، بالهدوء، بالطمأنينة، بالعبادة، بذكر الله، بقراءة القرآن، بالاستغفار وذكر الله عز وجل. إذن الله عز وجل كما جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، الإنسان يصلي حيثما يشاء، الإنسان يسجد لله حيثما يشاء ويذكر الله حيثما يشاء، ولكنه في هذه الأرض في غير بيوت الله عز وجل يمكن للإنسان أن يصلي في هذا المكان ثم يتكلم بما يشاء، أو يصلي في هذا المكان ثم يبيع في نفس المكان، أو يصلي في هذا المكان ويفعل ما يشاء في ذلك المكان. ولكن في بيوت الله عز وجل جعلها الله تبارك وتعالى خاصة لهذه العبادة، وخصها الله عز وجل أن تكون لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. هوك علاش مش كل إنسان يجعل في هذا البيت قطعة كان خاصة به، وأن هذا المسجد متاعي، هو مش متاعك، هو هذا البيت هو لله سبحانه وتعالى، وهذا البيت مقدس، وهذا البيت هو بيت الله عز وجل، وهذا البيت سيظل إلى أبد الآبدين هو لله سبحانه وتعالى. لا تتغير هذه الصفة، ولا تتغير هذه البصمة، ولا هذه السمة لهذا المكان، إنه بيت الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لإنسان أن يطمس هذه الصفة
وستبقى هذه الصفة لهذا البيت قائمة إلى أبد الآبدين. ونسأل الله عز وجل أن يريح قلوبنا ببيوت الله، وأن يجعلها تأوي إلى بيته سبحانه وتعالى وإلى بيوتاته أينما كانت. ونسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بالأدب الذي تستحقه هذه البيوت، لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى، من نظافة ومن هدوء ومن طمأنينة ومن تعلم ومن عبادة، إنه عز وجل خير مسؤول. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة في وقفات اليوم إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.